الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا ولمن حضر من المسلمين. كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله. وكذلك نقطع بتكفير الرافضة في قولهم إن الأئمة أفضل من الأنبياء. نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام والأتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن ولا. والرافضة هم الذين رفضوا الإمام زين العابدين، فقال لما أرادوه أن يسب الخليفتين فقال هما وزير جدي، فقالوا رفضناك، فسموا من ذلك الوقت ماذا؟ بالرافضة. وهم فرقة من فرق الشيعة، وهي فرقة غالية تكفر المسلمين وتسفك دماء أهل السنة. نجانا الله وإياكم وبلادنا والمسلمين من شرهم. فهؤلاء الرافضة لا يشك في تكفيرهم كما قال القاضي عياض رحمه الله اليحصبي المتوفى سنة 44 و400 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، الذين يقولون بأن الأئمة أفضل من الأنبياء، يقصدون أئمتهم أنهم يجعلونهم أفضل من إيش؟ أفضل من الأنبياء. نعم. فأما من أنكر ما عرف بالتواتر من الأخبار والسير والبلاد التي لا ترجع إلى إبطال شريعة ولا تفضى إلى إنكار قاعدة من الدين ولا تفضي إلى إنكار قاعدة من الدين كإنكار غزوة تبوك أو مؤتة أو وجود أبي بكر وعمر أو قتل عثمان وخلافة علي مما علم بالنقل المتواتر. يعني دي أشياء عرفت بالنقل المتواتر، أن عليا مات شهيدا، أن عثمان مات شهيدا، أن النبي خرج في غزوة تبوك عليه الصلاة والسلام، وأن هناك معركة مؤتة التي كانت بين المسلمين والروم، وكان فيها هؤلاء الثلاثة الأكابر رضي الله عنهم وأرضاهم الشهداء، زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة، وحاز بالجيش خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. هذه أشياء عرفت بماذا؟ عرفت بالتواتر. نعم. وليس في إنكاره جحد شريعة، جحد شريعة. فيأتي إنسان مثلا فيقول ما في شيء اسمه مؤتة، ما في شيء اسمه شهادة عثمان. نعم. فلا سبيل إلى تكفيره بجحد ذلك. نعم. وإنكاره وقوع العلم له، إذ ليس في ذلك أكثر من المباهة كإنكار هشام وعباد. أيوة، يعني قالوا مثل هذا لا يكفر. لماذا؟ لأن هذا لا يترتب عليه شرع في أمور الديانة. نعم. كل ما فيه أنه عنده بهتان لأنه أنكر شيئا معلوما. نعم. كإنكار هشام وعبادة وقعة الجمل ومحاربة علي من خالفه. فأما إن ضعف ذلك من أجل تهمة الناقلين ووهم المسلمين أجمع. يعني إنسان يأتي ينكر هذا من باب أنه يقول أن الرواية ليست صحيحة، أنها الرواية ضعيفة. نعم. أن الناقل قد وهم فيها. نعم. فنكفره بذلك لسريانه إلى إبطال الشريعة. أيوة، يكفر بذلك، لأنه إذا وضحنا في هذا التشكيك في المروي، تشكيك في الراوي، تشكيك في الشريعة. وضحت الآن هذه؟ نعم. فأما من أنكر الإجماع المجرد الذي ليس طريقته النقل متواتر عن الشرع، فأكثر متكلمين من الفقهاء والنظار في هذا الباب قالوا بتكفير كل من خالف الإجماع الصحيح الجامع بشروط الإجماع المتفق عليه عموما. ولذلك تجد بعض هناك من الناس من ثرب على أحد علمائنا الكرام لما يتكلم عن حديث أنس بن مالك، من استمع إلى قينة صب الآنك في أذنيه، فخرج هذا الشخص يثرب على هذا العالم الجليل المبارك أنه استدل بهذا الحديث، ولا شك أن هذا الحديث هو حديث موضوع باطل، ولا وجه لإنكاره وتثريبه، لأنه قد صح من أحاديث أخر بحرمة استماع الغناء وحرمة
غناء القينات، والقينة بالقاف المفتوحة والياء الساكنة والنون الموحدة المفتوحة، قيل هي كل أمة كما نقله ابن الأثير في غريب الحديث. القينة تعني كل أمة تسمى قينة، وذهب غيره وقال إنما القينة هي الأمة المغنية، الأمة المغنية يعني إذا، لأن الإماء منها ما تكون مغنية وما لا تكون مغنية، فإذا كانت مغنية تسمى إيش؟ تسمى قينة، تسمى قينة. وعلى كل حال فلا حرج، حتى قال الإمام مالك رحمه الله كما نقل الطرطوشي من أئمة المالكية، قال: وقال مالك: من اشترى أمة فتبين له أنها قينة يعني مغنية جاز له أن يرجعها بخيار العيب، جاز له أن يرجعها بماذا؟ بخيار العيب. ولقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عند الإمام البخاري معلقا مقطوعا به بصيغة الجزم، ووصله ابن حجر، قال صلى الله عليه وسلم: